بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتريالا رئيس الجمهورية الإيطالية في وفاة الرئيس أو رئيس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية السيد سيلفيو بيرلسكوني وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهوريه الايطاليه الصديق راجيا جلالته لاسره الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء